مدام ماجدة، صباح الخير. الو، اهلا بيك يا فندم. اهلا فندم، صباح الفل. اهلا بيك يا فندم. حضرتك، انا عندي ابني معلش عنده 27 سنه. ايوه، وطي التلفزيون شويه يا مدام ماجدة. حاضر حاضر. عنده 27 سنه. ايوه. وطيته. عنده الدمام اللي بتطلع له تحت باطه وبين الفخاده وممكن ورا ودنه. ايوه. عند ظهره كده من تحت. ايوه. بين الفخدتين. تمام. بقالنا يجي 3 سنين دلوقتي. تمام. وكل حضرتك عملنا له عمليه تحت باطه، الدكتور اداله علاجات يعني وحاجات تجمعها وعملنا له عمليه، قلنا خلاص بقى مفيش حاجه هتطلع. وخد مضادات حيويه كتير. وبعد شويه لقيناهم برضو بعد ما خلص العلاج طلع تاني ايه، بيطلع بقى في مناطق ايه مختلفه. هو وزنه زياده يا مدام ماجده؟ هو حوالي 90. 90 كيلو. طيب حضرتك استيلو السكر؟ نعمل تحاليل كلها، كل ما نوريها لدكاتره جراحه ودكاتره الامراض الجلديه يقولوا تحاليل تمام كويس، تحليل سكر، تحليل ايه تاني مش فاكره، يعني كل التحاليل هم طالبينها طلعت كويسه. حاضر حاضر. ايه بقى اللي هو عنده بيطلع ده يا عيني مش عارفين، كل ما يخلص علاج روح عند الدكتور يخلص العلاج على طول ايه تطلع تاني الحبوب. حاضر، هجاوب حضرتك. رحنا بقى للدكتور اخر مره بتقول ايه ده عامله زي حد الشباب هتاخد لها وقت وهتروح. حاضر، هجاوب حضرتك. هو الاماكن اللي اشارت عليها مدام ماجده دمامل او التهابات بتظهر عند ابنها اللي عنده 27 سنه، لو تاخدوا بالكم ان هي بتظهر في الاماكن اللي معرضه للعرق، يعني تحت الابط وبتقول عند الفخاد. تمام. الاماكن دي لانها اماكن رطبه كتيره جدا فبتبقى اكثر عرضه لواحد عدم التوازن البكتيري. خلي بالكم في بكتيريا نافعه عايشه على الجلد، يعني في شابتر كبير قوي في كتب الطب كده التوازن البكتيري على الجلد ده مهم قوي. يعني عشان كده مثلا يقول لك ايه الانسان الموسوس اللي يقعد يغسل ايده كل 5 دقائق بالصابون ويحكها ده ممكن يجيله التهابات جلديه كتيره. تمام. لانه بيقتل البكتيريا النافعه اللي على الجلد، فممكن يكون اختلال في التوازن البكتيري. 2، الرطوبه ممكن تساعد في الاماكن اللي اشرت اليها تكون بتساعد نضج الفطريات. وهنا بقى لازم ننوه على حاجه مهمه قوي، ان هذا الشاب علشان يقتل هذه الفطريات ما يديهاش الغذاء بتاعتها. الغذاء بتاعها ايه؟ رطوبه وسكر. يعني باستمرار لازم ينشف الاماكن اللي تحت الابط او عند الفخذ. تمام؟ يجعلها ايه؟ باستمرار جافه. نمره 2، ما يستخدمش مواد كيماويه لازاله العرق مهيجه للجلد، لان دي بتسد المسام تخلي الماده الدهنيه اللي بيفرزها الجلد تنحصر وتعمل الدمامل دي. نمره 3، لازم يقل جدا من تناول السكريات، المياه الغازيه والسكريات والحلويات والجانك فود، لان السكر ده غذاء للفطريات، فالمفروض ان هو يتبع نظام غذائي خالي من الفطريات. تمام. نمره 4، لازم نتاكد انه ما عندوش سكر، لان احد علامات السكر ظهور هذه الالتهابات المتكررة على الجلد، وبالتالي لازم يروح يعمل سكر صايم وسكر بعد الأكل بساعتين. لازم ينقص وزنه لأن 90 كيلو كتير، وبالتالي الأماكن اللي هي تحت الإبط أو عند الفخذ بتبقى أماكن الجلد بيلتصق فيها ببعضه، وبالتالي بيبقى فيه رطوبة عالية جدا مع احتكاك مستمر يعمل التهابات متكررة. طبعا دي ممكن تبقى التهابات بكتيرية، ممكن تبقى التهابات فطريه متكرره، ممكن تبقى اكياس دهنيه، هي الدهن بيتسد على مسام الجلد وبيتكوم ويلتهب بعد كده ويعمل خراريج، فالمفروض برضو ان احنا نتاكد من قياس كوليسترول ودهون الثلاثيه بالدم، ويقل بقى من تناول الدهنيات علشان تقل الدهون اللي بيفرزها الجلد وبالتالي يستطيع التخلص من هذه الاشياء. معانا